وصلت الفرق السعودية للترشيحات النهائية خلال مشاركتها في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، وحصدت المملكة عدة مراكز متقدمة لتعكس مكانة المملكة في مؤشراتها التنافسية وتطور منظومة الفضائية لترسيخ أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام. نتابع. امتدادا لسلسلة منجزات الوطن العلمية في المسابقات الدولية، المملكة تحصد النصيب الأكبر لعدد المشاريع المرشحة خلال مشاركتها في تحدي ناسا الدولي لتطبيقات الفضاء، بتقديم حلول تطويرية وابتكارية للتحديات التي تواجه الأرض والفضاء. جاءت المملكة الأولى عالمياً بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، والأولى على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ضمن قائمة الشرف لأفضل 20 مشروعاً مشاركاً في تحدي ناسا الدولي، والأعلى عالمياً بنسبة المشاركة بـ 16% من إجمالي المشاركات الدولية المرشحة. وتمثل هذه الإنجازات الوطنية ثمرة لجهود الهيئة السعودية للفضاء للإسهام في إعداد جيل من المبتكرين للمنافسة عالمياً وتعزيز قدراتهم، وتمثيل المملكة في المسابقات الدولية، وتحقيق المنجزات التي بدورها ستنعكس على مكانة المملكة في مؤشراتها التنافسية وفي تطور المنظومة الفضائية وفي الاستثمار في الكفاءات البشرية السعودية والمضي قدماً في ترسيخ أسس متينة لاقتصاد معرفي مستدام. ويأتي هذا الدعم المقدم نابعاً من رؤية المملكة 2030 وإدراكاً لأهمية قطاع الفضاء وتقنياته، والسعي لاستمرار التنمية المستدامة بتعزيز الاقتصاد المعرفي ودعم الابتكار، إلى جانب تشجيع المبدعين والطلاب والموهوبين على تطوير مشاريع وابتكارات في مجال الفضاء وتقنياته. ينضم إلينا من جد المختص في علوم الفضاء والفلك عبد الرزاق البلوشي. مساء الخير أستاذ عبد الرزاق، أهلا بك معنا في عين الخامسة. بداية أستاذ عبد الرزاق، يعني الأولى عالميا بعدد المشاريع بقائمة أفضل المشاريع المرشحة على مستوى العالم، المملكة بالطبع، كيف تقرأ ذلك بداية؟ بداية طبعا لم يكن من الغريب أن يحصد المشاركة السعودية بهذا العدد الكبير أن تحظى بمثل هذه الميزات وكذلك الإنجازات، تحظى بأكبر عدد من الفرق المرشحة والمؤهلة، وكذلك تحظى بعدد أكبر عدد من المشاريع المرشحة كذلك، ليس فقط عدد الفرق ولكن أيضا المشاريع. طبعا طبيعة المملكة العربية السعودية متراكمة سكان المملكة، وكذلك كل هذه تلعب دور بأنه فعلا أن نحصد هذا العدد وأن يكون لنا تفوق من حيث المشاركة بعدد المشاركات، سواء كان كأفراد وكذلك كانت مشاريع متنوعة في مختلف الاتجاهات. كذلك هذا يدل على التفاوت والاختلاف في نوع الموهبة أيضا ونوع الاهتمام عند النشأ عندنا وعند الشباب. فهناك بعض المشاريع كانت مشاريع يعني تقنية صرفة بحتة في مجال علوم الفضاء، وكذلك كانت هناك بعض المشاريع التي لها علاقة بالاستكشاف بعض الكواكب وموارد هذه الكواكب. فهذا التنوع يعبر أيضا عن التنوع اللي موجود في بيئتنا في المملكة العربية السعودية وفي مختلف أنحاء هذه المملكة الغنية ما شاء الله يعني بمواطنيها وكذلك بالأفراد. نعم. يعني إن شاء الله هذا التنوع أتوقع أنه راح يكون في أيضا بعض الأشياء اللي تنبئ عن راح نختصر لعلنا إن شاء الله تعالى المسافة فيما يتعلق بالحصول على الريادة في مجال الفضاء والفلك، سواء كان على مستوى محلي أو إقليمي. نعم. طب أستاذ عبد الرزاق، يعني أنت تحدثت وقلت أنه المشاريع متنوعة، هل تعتبر هذه المشاريع بما أنها متنوعة كما تحدثت، هل هي نوعية في انتقائها؟ نعم، هو صحيح. الواضح حتى من عناوين المشاريع أو حتى من بعض المشاريع الابتكارات التي تمت، وكذلك بعض الجزئيات البسيطة للمشاريع هذه بتعالج بعض الأشياء. طبعاً عالم الفضاء أو منظومة الفضاء على مستوى العالم المتقدم في استكشاف الفضاء وفي ارتياد الفضاء أحياناً تطرأ أمامهم بعض المعوقات والعراقيل حتى يتم مثلاً إيجاد مثل هذه المشاريع التي من خلالها يشارك سواء كان الأفراد الطلاب في مختلف مراحلهم بمختلف خلفياتهم أو أفقهم العلمي يشاركوا في إيجاد حلول لهذه المشاكل. فمن خلال المشاركات السعودية لاحظنا بأنه ما شاء الله يعني طبعا هناك فرق كانت مشاريعها مركزة فقط في إيجاد
مثلا حلول لعمليات نقل بعض الادوات وبعض الشحن اللي مطلوب نقلها مثلا. هناك كان في مشاريع تتحدث او انها تبحث في عمليات الرصد لبعض الاشعاعات وغير ذلك. فهذا التنوع طبعا يعتبر فعلا نوعي، انت ركزت على اتجاه اللي هو يعتبر يعني منظومه علوم الفضاء تعتبر الجناح اللي من به يستطيع علم الفلك ان يتقدم ويتطور ويبلغ الى امات بعيده في السماء. فكلما كان هناك تطور في وسائل الفضاء وصناعه الفضاء كان هناك تنامي وتطور اكثر في مجال علوم الفلك. فمثل هذه المشاريع ما شاء الله احنا لاحظنا هذا التنوع ماشي في المسارين، في مسار علوم الفضاء وكذلك في المسار العلمي البحث او الفيزيائي في مسار علوم الفلك. فهذا التنوع ايضا يعني تشكر عليه مثلا القائمين على مثل هذه المشاريع، انه اتاحوا الفرصه ومكنوا الشباب من خلال ايجاد مثل هذه المساحه حتى يضيفوا ويعطوا من بعض ما لديهم من مواهب وكذلك اهتمامات. نعم، تحدثت انه الان مساران ولها اهميه هذين المسارين استاذ عبد الرزاق. هل في السابق كان على مسار واحد فقط في علوم الفلك؟ لا ما هو بالسابق، ولكن يعني اصلا مشاريع علوم الفضاء والفلك الان من طالما وجدت هيئه الفضاء السعوديه فبالتالي من الطبيعي ان يتم جمع بعض الشتات. السعوديه لها مشاركات يعني ليست حديثه في مشاركات الاحتفائيات والبرامج والمسابقات العالميه او الدوليه، ولكن كانت تتم هذه المشاركة ممكن تكون من خلال قطاع أو من خلال أفراد أو مجموعات، ولكن الآن وجود الهيئة قنن مثل هذه المشاركات وجعلها تحت مظلة واحدة، وبالتالي تخرج وهي تعطي حلول لمختلف البرامج والعراقيل. الفلك والفضاء لا يوجد هناك يعني تقريبا يعني متلازمين دائما في معظم مشاريعهم، والإدارات فبالتالي يعني لما تكون في مهام فضائية جزئيا او في مرحله منها تكون لها علاقه مباشره بعلم الفلك، خاصه بان معظم المهام الفضائيه تحت في الفضاء خارج الغلاف الجوي، فهناك اشياء تحتم على المشاريع الفضاء التقنيه او مما يعني يصنع الانسان ان يتعامل مع بعض القوانين الطبيعيه للمدارات في لها علاقه بديناميك الفضاء، في حركه الاقمار الصناعيه، في طريقه دورانها، في طريقه بقائها في نقطه محدده، في عمليات الارسال والاستقبال للداتا، كل هذه الامور. فهما يعني يلتقون في كثير من النواحي، ولكن الآن مع وجود هيئة الفضاء أصبح حتى هذا ساعد على أنه نبدأ يكون في هناك فرز وتحديد وصقل لهذه المسارات حتى تظهر بشكل بارز. يعني الآن العام كان أو قديما كان في شبه خلط ما بين علوم الفضاء والفلك، تجد الشخص نعم أكمل أستاذ عبده الظاهر أنك في الفضاء أنت الحين يقول أنا أحب الفضاء. لا معني الآن أيوة الحين ضبط. قديما كان الواحد مجرد ما يسمع علم الفلك ويقول والله أنا أحب علوم الفلك، لكن فعليا هو يحب عملية ارتياد الفضاء والبقاء في بيئة من عدم يعني انعدام الجاذبية، وما يعني ما له علاقة بالفلك الفيزيائي. لكن الآن مع وجود الهيئة، مع وجود البرامج والفرق والنشاط اللي حاصل في المجتمع، أصبحنا نفرز ونفرز ويعني نحدد مثلا المسارات. فعلا في هناك منظومة كاملة اسمها علوم الفضاء ولها نشاطات ولها مهام ولها مسارات تعليمية منهجية مختلفة عن شيء آخر اسمه علوم الفلك الفيزيائي، وله مسار وله تعليمي مختلف. وهناك أيضا بعض النقاط اللي يتقاطع ويلتقوا فيها هذه العلمين الاثنين. نعم، والله ما اريد انك تنتهي يعني من الحديث الشيق عن علوم الفضاء استاذ عبد الرزاق، ولكن استاذ عبد الرزاق خلينا نسأل عن هذه المشاريع، يعني ما مدى مساهمه هذه المشاريع والمراكز المتقدمه وربما في اعداد جيل جديد من المبتكرين للمنافسه عالميا وتعزيز ايضا قدراتهم في المملكه؟ والله مثل هذه المشاريع طبعا اكيد يعني غير انها تساهم في ايجاد حلول وابتكارات لبعض المشاريع اللي على مستوى العالم، زي مثلا لما تكون ناسا توجد مثل هذه البرامج اللي تتطلب منها النظر او الاطلاع على حلول من 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 يعني من اشخاص مختلفين وليس فقط من بيئه محليه من المجتمع الامريكي، ولكن ايضا هم ينظرون الى يعني اماكن خارج امريكا. فهو برنامج يعني على مستوى العالم، فأكيد مؤكد مثل هذه المشاريع اللي حتى وضعها وطريقة عملية ترتيبها وتنسيقها وإيجاد المسارات المحددة لها أو تحديد مسارات يعني معينة لمشاريع الابتكار اللي ممكن الواحد يشارك تحت مثلا بند كذا محدد أو تحت عنوان أو تحت خطط ومشاريع ابتكارات لإيجاد حلول مثلا
للموارد في بعض الكواكب، كيف عملية تحويل المياه، الأكسجين، كيف كذا. هم يضعون أشياء يتم اختيارها بعناية فائقة، يعرفوا بأنهم ممكن الآن المشاريع اللي موجودة، مثلا المسابير اللي موجودة في مختلف الكواكب تعمل عمليات استكشاف، فهذه المشاريع تخدم هذه المسابير، أو ممكن هذه المشاريع سوف تخدم مستقبلا مشاريع موجودة، ولكن يعني يتم عملية إيجاد الحلول والابتكارات ومثل هذه النتائج والبحوث والبرامج، ثم بعد كده يتم إما فرزها أو يتم تطويرها، ولكن يتم تصنيفها ووضعها وحفظها بعناية فائقة صراحة. نعم، كان معنا من جدة مدير الوكالة العربية لأخبار الفضاء والفلك عبد الرزاق بلوش. شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الرزاق على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل.